الحمد لله رب العالمين، ربنا كان معاكم يعني الحمد لله. لا تراجع ولا استسلام، لابد من هذا الشباب. والله العظيم يعني بين الشوطين الحمد لله الراجل اتكلم معانا بشكل كويس، قال لنا ان انتوا كنتوا كويسين بدوس كمان، واي فرصه نستغلها. الدريك يتقاتل هذا الكلا في الاهلي تفرج فيه بشكل كويس والحمد لله مع الوداد كيطير مزيان. ما يبقاش فيه اندفاع في التلاحم مع اللاعبين الجزائريين، يعني كانت هناك تعليمات ان انتم تبعدوا عن هذا الطرح لان بطاقه صفراء كانت هي اللي خدت مصر الاول. طبعا يعني لما خدنا انذارات بدري فبنقرر ان احنا دايما نلعب على الكوره كويس او نقدر الكوره كويس، فاتكلموا بين الشوطين معانا على الحاجه دي، ويعني لعبنا كوره ومسكنا كوره والريتم اللعبه كان معانا احنا، والحمد لله يعني ربنا كرمنا وسيبنا وعملنا اداء كويس. يعني شايف ازاي الماتش الجاي قدام الاردن؟ شايف المنافسه صغيره ولا ازاي؟ لا ان شاء الله احنا بناخد كل ماتش بماتش وبنركز في النتيجه وان شاء الله ربنا يكرم باذن الله. انتوا كان نفسكم تقابلوا تبعدوا عن اللقاء المغربي ولا ما كنتوش حاطين حساباتكم؟ لا ايا كان الفرق اللي هنلعب معاها، ايا كان احنا منتخب مصر، احنا منتخب كبير، نركز في الماتش اللي جاي ايا كان هنلاعب مين، وان شاء الله ربنا يكرم ونقدر نحقق الثلاثه برضه ان شاء الله. اخيرا اللمسه الجماليه الحلوه اللي حصلت بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر ان هم يقفوا مع بعض في النهايه دي. لا احنا في الاول وفي الاخر احنا اخوات، وفي الاول وفي الاخر دي لعبه كره قدم، يعني اهم حاجه الروح الرياضيه، وطبعا هم اخواتنا يعني هم فرقه كبيره. شكرا جزيلا.